صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 46 لسنة 2024 بتعيين مدير في وزارة شؤون البلديات والزراعة وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة جاء فيه يعين السيد أحمد عبد العزيز بوعسلي مديرا لإدارة التشجير والمتنزهات في وزارة شؤون البلديات والزراعة